بصبح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا جولة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي هيكون معانا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى. ولكن خلينا نهاوند أبدأ زي ما أنت قلتي بالأجواء. يمكن الإقبال يعني أقل كثافة طبعا من الأيام الماضية، خاصة أن تم الإعلان سواء الأسبوع الماضي أنه يعني في انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة، وده اللي مخلي يمكن مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة يعني الإقبال عليه مش بنفس الكثافة اللي كانت موجودة خلال الأيام الماضية. ولكن الحقيقة يعني ساعة بعد ساعة بتكتر هذه الكثافة، يمكن مع ارتفاع درجات الحرارة طبعا في فترة الظهيرة. ولكن الحقيقة أن بشكل عام أكيد الإقبال أقل بسبب انخفاض درجات الحرارة الملحوظ طبعا بشكل كبير. خلينا بقى نروح لكل أخبارنا، والبداية طبعا مع الفريق الأول لكرة القدم، وللحقيقة بعد حصوله على كأس السوبر المصري طبعا من 10 أيام، وبعد حصول الفريق كمان على أجازة امتدت ل 10 أيام، بكرة هيكون اليوم الأول لطبعا استئناف بقى المران على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي هنا طبعا الرئيسي. والحقيقة طبعا زي ما احنا عارفين ده هيبقى استعدادا لمواجهة شباب لوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ويكون دي بقى ضربة البداية بعد حصول النادي الأهلي على كأس السوبر المصري. يعني زي ما احنا شفنا أكيد يا نهاوند ويا كريم كان ختامها مسك بالنسبة للنادي الأهلي سواء ببرونزية كأس العالم للأندية وأيضا كأس السوبر المصري، فبنتمنى بقى كمان أن تكون بدايتها مسك بالنسبة للنادي الأهلي ومشواره في دوري أبطال إفريقيا. وطبعا زي ما احنا عارفين أن كانت المباراة دي كان المقرر أن هي تلعب في شهر ديسمبر الماضي، ولكن يعني سبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية ووصوله لبرونزية كأس العالم للأندية، الحقيقة أن تم تأجيل هذه المباراة لتصبح في شهر يناير الجاري. خلينا بقى نروح لقطاع الناشئين، واللي دايما الحقيقه يعني بيحقق انجازات كبيره وارقام كبيره. الحقيقه ان النادي الاهلي او فريق ناشئي النادي الاهلي 2005 قدر ان هو يحقق الفوز على نادي الجونه طبعا فريق مواليد 2005 برباعيه، كانت النتيجه انتهت لصالح النادي الاهلي 4-1 امام الجونه. وعلى الرغم يعني من ان النادي الاهلي لعب هذه المباراه خارج ملعبه، ولكن الحقيقه كان اداء كبير جدا لناشئي النادي الاهلي 2005، وده كان ضمن منافسات بطولة الجمهورية تحديدا الجولة ال 19. وبكده بقى يكون رفع النادي الأهلي رصيده ل 38 نقطة في جدول الترتيب. أما بقى بالنسبة لأهلي 2003، الحقيقة أنه هو هيواجه طلائع الجيش في الجولة ال 18 من بطولة دوري الجمهورية للشباب، وهتقام هذه المباراة طبعا على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر النهاردة إن شاء الله. وبالمناسبة هتكون المباراة مذاعة على شاشة قناة النادي الأهلي، وهيسبقها طبعا استوديو تحليلي لهذه المباراة، فأي حد عايز يتابع هذه المباراة أكيد هتكون متاحة على شاشة قناة النادي الأهلي، وهيكون قبلها في استوديو تحليلي للحديث عن كل ما يخص هذه المباراة لقطاع الناشئين. خلينا بقى نروح لطبعا كرة السلة ورجال سلة الأهلي. يمكن أول أمس كان ليهم مباراة، ودي كانت المباراة الأولى برضو بعد حصولهم على أجازة لمدة شهر، عادوا مرة أخرى طبعا للتدريبات، وبعدها كان في مباراة أول أمس أمام نادي الطيران. يمكن دي كانت المباراة الأولى ليهم في ذهاب دور ال 16 من الدور التمهيدي من دوري السوبر لرجال سلة الأهلي، والحقيقة أن هم قدروا يقدموا عرض قوي جدا ومباراة قوية جدا أمام نادي الطيران، واللي انتهت طبعا بنتيجة 86-57، ودي كانت مباراة الذهاب. إن شاء الله مباراة الإياب هتقام بكرة إن شاء الله الخميس، وهتكون أيضا أمام نادي الطيران ولكن على الصالة الخاصة بنادي الطيران. نتمنى طبعا كل التوفيق لرجال سلة الأهلي، خاصة إن احنا عارفين دوري السوبر خلاص ما بقاش فيه فرقة سهلة وفرقة صعبة، ودايما بيضم الكبار يعني أو الثمانية الكبار، ومش هيخرج عن سواء الأهلي أو الزمالك، سبورتنج، الجزيرة، الاتحاد. فبنتمنى كل التوفيق فيما هو قادم لرجال سلة الأهلي إن شاء الله.
اما بقى بالنسبه لسيدات ساله الاهلي فاكيد بعد فوزهم اول امس برضو وتاهلهم لنصف نهائي كاس مصر اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه المواجهه ويصلوا بقى لنهائي هذه البطوله، خاصه ان هم بيقدموا عروض قويه جدا منذ بدايه العام ويعني منذ بدايه الموسم ايضا. خلينا بقى نروح لشباب سله الاهلي 20 سنه قدروا ان هم يتوجوا ببطوله منطقه القاهره بعد الفوز على نادي الجزيره بنتيجه 75-65. ويعني خليني اقول لك يا نهواندو، خليني اقول لك يا كريم ان شباب سله الاهلي ويعني كل الفرق الصغيره في سله الاهلي الحقيقه عاملين اداء كبير جدا وبيتم تصعيد عدد من العناصر الكتير منهم طبعا للفريق الاول، خاصه بعد ما شفنا ادائهم القوي جدا في دوري المرتبط وكان ليهم يعني دور كبير جدا ان النادي الاهلي او رجال سله الاهلي يفوز بدوري المرتبط في البطوله الماضيه، فيعني يمكن هم محققين نتائج كبيره جدا، نتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم وايضا بنتمنى للعناصر اللي تم تصعيدها للفريق الاول لكره السله كل التوفيق ونشوف منهم بقى كل ما هو جديد وانجازات جديده مع الفريق الاول لكره السله. نروح بقى للطايره، والحقيقه ان الماسترز او رجال طايره الاهلي قدروا ان هم يفوزوا امبارح في مباراتهم امام سموحه بنتيجه 3-0، طبعا قدروا ان هم يحسموا الثلاث اشواط كامله لصالحهم وقدموا عرض قوي جدا امام نادي سموحه في منافسات بطوله الدوري. الشوط الاول انتهى 25-19، الثاني كان 25-15 والاخير ايضا 25-15. اما بقى بالنسبه لكره اليد فالحقيقه برضو فرق الناشئين والنشئات يمكن محققين فيها ارقام كبيره جدا، يعني نشئات يد الاهلي 2004 قدروا ان هم يحققوا الفوز على فريق 6 اكتوبر بنتيجه 33-29، ده ضمن منافسات بطولة الجمهورية. أما بقى بالنسبة لنشئات يد الأهلي مواليد 2006 قدروا أن هم يحققوا الفوز على فريق أكاديمية سموحة أو أكاديمية مصرية بسموحة بنتيجة 25-12 ضمن منافسات بطولة كأس مصر. بالنسبة بقى للفرق الأولى في كرة اليد طبعا زي ما احنا شفنا بعد فوز سيدات يد الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة 26-22 طبعا هيكون ليهم توقف دولي وبعد كده هيستأنف بقى مبارياتهم وتدريباتهم خلال الشهر المقبل. ايضا بالنسبه لرجال يد الاهلي في توقف دولي ايضا بمناسبه بطوله امم افريقيا لليد او كاس امم افريقيا لكره اليد واللي هيقام هنا طبعا في مصر في الفتره من 17 وحتى 27 من يناير الجاري، وبعد كده بقى يعني بعد عوده اكيد كل المشاركين من النادي الاهلي في صفوف منتخب مصر لكره اليد بعد كده هيكون في استئناف لتدريباتهم وبعد كده هيعودوا مرة أخرى للمباريات بقى أو يعني المنافسات المحلية داخل النادي الأهلي. أكيد بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم سواء لسيدات يد الأهلي أو أيضا لرجال يد الأهلي. دي كانت كل أخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بشكركم جدا، كلمة ليكم مرة أخرى. بشكرك جدا جدا على هذه التغطية كالعادة يا مريم ومتألقة فعلا. وقبل ما نختم بس حابة أعرف منك الأجواء عندك في النادي والإقبال النهاردة، الجو يعتبر كويس شوية، هل في برضو إقبال من قبل الأعضاء؟ الأجواء عندك في العموم ممارسة الرياضة تحديدا كمان لكبار السن حابين أن أنت تقول لنا يعني، تفضلي. انا طبعا زي ما قلت لك يا نهواندو في بدايه الامر كان يعني يمكن كان بيتم التحذير من انخفاض درجات الحراره الملحوظه طبعا بدايه من اليوم الاربعاء، يعني كانت الارصاد بتقول ان دي هتكون بقى بدايه الشتاء القارس الحقيقي، فعشان كده يمكن النهارده الاقبال اقل كثافه من الايام الماضيه، ولكن الحقيقه زي ما احنا متعودين من اعضاء النادي الاهلي بيكونوا او يعني في هذه الحالات بيكون اقبالهم اكتر في فتره الظهيره، وطبعا يعني يمكن علشان يخففوا من حده هذه البروده بيكون في زي ما انت قلتي ممارسه للرياضه، خاصه ان هم كانوا بيستغلوا ملعب مختار التتش خلال الفتره الماضيه بعد يعني حصول الفريق الاول لكره القدم على الاجازه الطويله دي، ويمكن ده يعني مش بيتكرر غير كل فتره طويله، فعلشان كده كانوا بيستغلوا ملعب مختار التتش علشان بقى يعني مارسوا عليه رياضه المشي في الفترات المختلفه طبعا قبل ما يعود الفريق الاول لكره القدم للتمرين مره اخرى وللمران مرة أخرى غدا إن شاء الله. بشكرك جدا يا مريم.